شغلة يعني هي ما يجوز تطلع في اللقاء تقول أنا يعني حتى لو غشمرة أنا أمثل على ريلي. لا كلمة تجرح صدق صدق، الكلمة تجرح. يعني تخيلوا أنا مثلا ميرسي العتيبي، ميرسي 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 جدا لايك أبس يعني أنا تخيلوا مثلا يعني سبيل المثال، مثلا أنا لما كنت متزوجة المفيدي تخيلوا أشوفه بالتلفزيون يقول والله أنا أتزوج، أنا مرات أمثل على زوجتي، تعالي هني معناها شنو أنت قاعد تقص علي يعني لما تكون عندي في البيت؟ بس السؤال يعني كلمة تطرح الثقة. اي لا يعني شلون يعني نفسي اعرف شلون انت مثلا انت تقول انا اي مرات امثل على زوجتي خير نعم عشان بفهم يعني انا مقصة مثلا خدعت عشان لا الكلمة ما كانت حلوة من شوق. يعني اذا تبون انت حكى بالصدق ده هم فرشة والملاية وصار الكل وصار كل من قاعد يتكلم بالثاني وطاح سور الزوجية وصار على عينك يا تاجر يعني ما حبيت. أوه 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 ديبو نس يعني لا يعني فظيعة دايما ما تسوى صراحة اللي صار. إيه والله اللي صار يكدر، اللي صار صدق يكدر.